ديالهم. كذلك مشكل التعيينات، هنا غنرجعوا لواحد المشكل اللي ربما كيأثر على السير العادي للتحكيم والحكام، هو مشكل التعيينات. الا وجدنا الحكم زوراق كان في الفار في لقاء الرجاء ويوسفية برشيد مدينة برشيد، الغد كيمشي يلعب لطنجة والمحمدية، كيدير الحكم كيفاش الطاقة ديالو يعني البدنية والنفسية والراحة ديالو هذا باش غيقود لقاء. مع ان ماتش ديال الرجاء وبرشيد كان مع 9:30 الليل. تماما 9:30 الليل، وينعس تما في برشيد ولا في الدار البيضاء ولا يشد الطريق في ذاك الليل ويمشي يقود لقاء ديال طنجة المحمدية، لقاء قوي. هذا يعني هو عاوتاني كيرجعنا لمشكل التعيينات، ولكن مشكل التعيينات علاش كيطيحوا في هذا الهفوه بحال هكذا؟ لان كما قلنا 20 حكم خصهم يقودوا لقاءات القسم الوطني الثاني ولقاءات القسم الوطني الاول، ما كافيينش. راه كنعاودوا نقولوها وكنوجهوا يعني نداء اللجنه المركزيه للتحكيم والمديريه على انهم يعطيوا الثقه في الحكام الشباب اللي كاينين في العصاب. راه العصاب غتنفجر بالحكام، راه العصاب كتخدم وكتهيئ حكام، راه خاص هاد الناس يعطيو لهاد الحكام الفرصه وما نبقاوش في 20 حكم. نديروا تربصات، راه سمعت على ان هناك تربصات جايه، ولكن نسرعوا بها ونوجدوا حكام اللي يخليو على ان الطاقه ديال التحكيم وعلى ان العدد ديال الحكام يعني يستوعب اللقاءات، وكل حكم يقود لقاء واحد في الاسبوع ويكون مرتاح في اللقاءات الاخرى. ماشي اليوم حكم في برشيد، واحد المره كان حكم في الحسيمه من بعد مشى لاكادير وما عرفتش شنو، لا حكم برشيد غيمشي يلعب في طنجه، صعيبه صعيبه على الحكم. وما عرفتش انا الا كنا كنجيريو العدد ديال الحكام في 20، وحنا كلجنه مركزيه للتحكيم نسير التحكيم في المغربي، وكمديريه نسير التحكيم في المغربي ونكتفي بهذا العدد يعني نحطوا الحكام في هذه الوضعيه هذه، راه شنو هو الدور ديال هذه المديريه ولا هذه اللجنه المركزيه للتحكيم اللي ما كانتش تهيئ لنا الخلف؟ اش دارت هذه المديريه وهذه العصبه 7 سنين هذه ولا 8 سنين ما كانتش تهيئ لنا الان خلف وتعطينا اللي غيقود لقاءات؟ الان هذا هو الثمار ديالها والنتيجه ديالها. من بعد 7 سنين ولا شوف شحال، 5 سنين ولا 6 سنين لهذه المديريه واللجنه المركزيه للتحكيم قابضه الامور، راه هنا خصنا نكونوا يعني في واحد 60 حكم ولا هذا، يعني النتائج ديالها تبان الان. دابا ما كاينش نتائج، كاين 20 حكم كيدوروا على هذه اللقاءات. صحيح ان الفار حد من يعني من هذا العدد، لان خصو يكون الحكم ضر يكون دوز الدوره ديال يعني التكوين في مجال الفار، ولكن فتحوا المجال لهاد الناس هادو اللي باقيين شباب صغار واللي يمكن حتى هما يعطيو يعني النتيجه ديالهم في التحكيم. تتم كما قال السي مصطفى، دابا الانديه عندنا في المغرب ولاو كيعتمدوا على الشبان، يعني كيدخل الدراري ديال الشبان باش كيوجدهم العام الجاي. علاش هاد المديريه حتى هي ما تمشيش في هاد الطريق؟ حتى هي تجيب حكام شبان، كاينين مباريات في وسط الترتيب لما ما عندهم تاثير لا على اللي غتلعب البطوله اللي غطيه القسم الوطني الثاني، هما اللي هما نسميهم حكام، اذا نثقوا فيهم ويعطيهم مباريات هنا باش يشوفوهم الا كانوا في المستوى. كاين حكام في القسم الوطني الثاني اللي ما كنعرفوهمش وهما حكام ممتازين مادام كيقودوا مباريات القسم الثاني، راه نفس المستوى القسم الوطني الثاني ولا القسم الوطني الاول نفس المستوى. يمكن تلقى في الهوات حكام مزيانين، في الهوات كاينين حكام مزيانين حتى هما، نعطيهم دابا هنا. هذا هو الوقت، كيف الفراقي كيجربوا الوليدات الصغار حتى حنا نجربوا الحكام ديالنا الصغار باش على الاقل هنا عام عامين غادي نلقاهم موجودين. كيف قال السي مصطفى ما نبقاوش ندورو ب 20، ندورو ب 40 ب 50 ب 60، ما نبقاوش معتمدين على ديك ال 20 هي اللي عندنا. وملي كيبان شي حكام مزيان ما كنبقاوش نعينوه، لان عندنا ديك ال 20 هي خصنا كنخرجوا يلعب مباراه نعاود نخزنوه. فين مشى هذاك الحكم؟ الله اعلم. كيبقاو يلعبوا الاسماء اللي كاينين هما اللي كيدوروا على الفار، لاعب الغد ليه اليوم الفار، لاعب السيمانه الاخرى. كنظن ان خصهم يعيدوا النظر في التعيينات وفي الترتيب ديال الحكام. شنو هما المعايير اللي كيعتمدوا على التعيينات يا سبوطي؟ فاش كنشوفوا ان حكم زوراق كان في برشيد الرجاء وبرشيد، الغد حكم اتحاد طنجه وشباب محمديه في طنجه، شاد 300 كيلومتر ولا 350 كيلومتر ما يمكنش. وهذا الحكم واخا يكون كيتريني 5 المرات في السيمانه حتى 6 المرات راه صعيب عليه الحال باش يكون مركز مباراه اللي عندها اهميه ويمشي لمباراه اخرى عندها اهميه اكثر منها. شكون تاثر على النزول وعنده مسافه؟ الرجاء وبرشيد كان في الفار، كان في الفار
اول حكم اتحاد طنجة شباب محمدية كتصارع على الحفاظ على المكان ديالها في طبيعة الحال يعني مباراة مهمة خصو يمشي لها حكم اللي واجد يعني ما كانش عنده شي مهمة اخرى وغادي المباراة مهمة لا ما يمكنش كاينين الحكام كنثقوا فيهم كيلعبوا في القسم الوطني الثاني انا نعطيه يلعب ليا القسم الوطني فين كاين المشكل الا ما كانش المستوى ما تقتش فيه ما تقتش فيه عمرو غير بطبيعه الحال الا ما كنثقش في حكام انا عندي باش نكون واضحين عندي 20 في القسم الوطني الاول مثلا عندي 20 وعندي 20 في القسم الوطني الثاني الا ما كنثقش في ديك ال 20 قسم الوطني الثاني راه منا كيطلعوا البطوله الاحترافيه اذا ما عندي لا ما ندير بين نمشي نلعب في الجونيور ونشوف حكم مزيان مادام كنثق فيه ونعطيه القسم ممتاز غير هذه الحاله هذه اللي كنشوفوا ديال الحكم تيحضر الفار في لقاء ويمشي يلعب مباراه مهمه ويضرب مسافه كبيره كتعرف ان الحكام كيتنقلوا اغلبيتهم بالسيارات يضرب مسافه كبيره باش يقود لقاء اخر واش كتحصل في شي دوله في العالم ما عرفتش واش هذه المساله عاديه بالنسبه لمجال التحكيم ما عرفتش لان انا شخصيا كمتتبع للمجال ما كتبان لي المساله غير طبيعيه وغير موضوعيه لان حكم كيقود هنا الفار ويمشي يقود لقاء يضرب مسافه بعيده تصور من برشيد مازال نقدر نقبلها الى عطاوه الخميس والحد ولو انها ما مقبولاش حتى هي مازال الخميس والحد الخميس برشيد في جوله واحده جوله 24 لا يكون اللقاء ديال الجوله الافتتاحي الخميس ويدير الفار ويلعب اللقاء اللي غيلعبوا حتى الحد ما مقبولاش ولكن نسبيا من اليوم ومن بعد كنظن السي مصطفى المديريه عندها حكام كيلعبوا في القسم ممتاز في الهوات اللي كيادي القسم الوطني الثاني هذوك الحكام غالبا ما هم اللي كيطلعوا للقسم الوطني الثاني علاش ما نديرش لهم تكوين في الفار تمام باش الا طلعوا ما نبقاش كنقلب على اللي غندير لهم تكوين في الفار الموسم المقبل كيكونوا عندي واجدين موجودين عندهم تكوين في الفار ملي يكونوا ما لاعبينش بلاص ما غادي نعذب انا في المثل نجيب زوراق هنا اليوم للرجاء وبرشيد يكون في الفار وندي يومين من بعد لطنجة والمحمدية ماتش مهم يلعب مباراة مهمة عندي حكام في اللي تيلعب في الهوات مجدو دار تكوين في الفار ويقدر يجلس في الفار ويساعد الحكام ديال هناك نتسائل انا على مجموعة من الاسماء اللي اختفات ما الحكم العلام اللي كان من أبرز وأحسن الحكام على المستوى الوطني وعلى مستوى البطولة النخبة قسم وطني الأول والثاني كانوا لك يلعب الهواء العلاوي راه ما بقيناش النان العلاوي إلى العلاوي راه ما بقيناش النان ما عرفتش إلى ما يليقش هذا الحكم العلام ما عرفتش حكم اللي كان كيقود النخبة ولقاءات قوية من بعد تنهبطوا للهوات ما بقاش كيتسمع كاع كيمشي للهوات ما مقبولاش حنا محتاجين للحكام محتاجين المديرية خاصها تورينا اشنو دارت في التكوين ديال الحكام راه هذا هو الخدمة ديالها ماشي هي البرمجة والتعيينات راه عطينا حكام عطينا حكام في التكوين عطينا حكام راه نتوما عاطين العصاب اللي جا الجهوية في العصاب كتشتغل وإلا طلعتوا لهم الحكام ديالهم راه كتنصفوهم وهذوك الحكام كيتنصفوا واللجنة كتنصف لأنها خدامة اللجنة الجهوية واللجنة الجهوية ماشي نقتصروا على واحد العدد وباش كنسيروا انا ما عرفتش انا العمل ديال المديريه وديال يعني اللجنه المركزيه هذا هو العمل ديالها هو التكوين هو تعطينا حكام شباب اللي يقودوا اللقاءات لا كاين التعيينات كاين مجموعه من المراحل او من النقاط اللي كتقوم بها المديريه واللجنه المركزيه التحكيم راه فيها تعيينات فيها يعني الروسيكلاج ديال الحكام فيها مجموعه من الاشياء ولكن فيها التكوين وفيها يعني اعطاء الفرصه للشباب هذه هي الخدمه ديالهم اللي بقى انا كان نفس الاسماء كيدوروا نفس الاسماء كنشوفهم ونفس حتى كيولي داك الحكم عن قصد او عن غير قصد كيولي عنده مشكل مع فريق معين كيلعب ليه بزاف تماما لان الا كانوا عندنا العدد كافي راه تلقى الحكام كيدوروا كيلعبوا الدوزيام ديفيزيون بريمير ديفيزيون الهوات وهذا القسم ممتاز هو الا بقاو نفس الاسماء كيدوروا على نفس الفرق راه ولا بدا ما كيكون يعني مشاكل عند الفرق مع بعض الحكام